عندنا مشروع، انا بس عايز قبل المشروع عايز اروح الحته الاجتماعيه وهي الحته المهمه جدا بالنسبه لي. اتفضل. احنا عندنا الشق الاجتماعي في النادي متوسط الاعمار عالي في النادي، يعني الناس ربنا يديهم الصحه وطول العمر كتر او عالي. فانا بفكر ان انا عايز اعمل تطوير في النادي عشان الناس تحس ان هي مستريحه. نعم. يعني ما تقدرش تطلع حمام السباحه. يعني الحركه طبعا هو في عندنا العربيات المتحركة داخل النادي، لكن أنا بتكلم إن أنت عايز تخلي الناس دي تبقى مستريحة. أولاً لازم، أول حاجة لازم أجيب عربية إسعاف جوه النادي. آه. ما فيش عربية إسعاف ولا قدر الله المتوسط الأعمار ده، لا قدر الله أزمة ولا حاجة، حصل أي مشكلة يبقى على طول يبقى موجود. نعم، موجود. ودكتور يبقى معين في أو الصف موجودين في وحدة صحية. تمام. أنا عندنا وحدة صحية في النادي هطورها بشكل كبير. كويس. وأبدأ أجيب أجهزة للقلب والضغط والحاجات دي تبتدي تشتغل معاه. كويس.